Message. Hello. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا الموضوع تاع اليوم حبيت نهضر لكم على هذه مولات لي ماش هادو عملتهم الأسبوع الماضي، واليوم جات وقالت لي تبدل لها اللون للأخضر. عاملي ماش هنا خارجين خضورة، هادو لي ماش خارجين خضورة، تبدل اللون من البلاتين للأخضر. قلت لها علاش واش درتي له؟ قالت لي بلي دهنته بالفازلين تاع الخيار، دهنتو بالفازلين تاع الخيار فتبدل لونه لهكذا، وكاين حتى اللي خلت تشينيا. المهم لي ماش هنا خرجوا لها خضوره، خرجوا خضوره كانوا في البلاتين، خرجوا لها خضورة اللي تبدل لونها من الأخضر. واللي ما كانش مسبوق ولا تشيني برتقالي اللون، خرجوا خضورة الحمد لله. نظن الصورة واضحة. واش حبيت نقول أو قصدي من أني ننشر هذا الفيديو؟ قصدي نقول للبنات اللي عندهم لي ماش ما يدهنوش شعرهم بالفازلين اللي فيها الالوان، مثلا كيما هذه الفازلين تاع الخيار. درك انا نصور العلبه ونحطها لكم، هذه تاع الخيار ولونها اخضر، فلما حطتهم على لي ماش هي قصدها دهنت شعرها كامل زعما به ما ينشفش من لي ماش به. لهذا احنا عندما نحطو الفازلين لازمنا نحطو هذيك البيضة لي ترانسبارانت، هذيك هي اللي نحطوها للشعر. اما هذه اللي فيها كيما مثلا هذه الخيار ولا تلقى العلبة ماهيش بيضة ترانسبارانت، هذيك ما تحطيهاش في شعرك، يتبدل اللون لون الشعر صوتو لي ماش. اللي يشوف يقول صبغتهم بالاخضر ويا ما صبغتهم ما ولو، حطت الفازلين تاع الخيار هذا ما كان. هذه نصيحة أنا نقدمها لأصحاب ليماش اللي يحبوا ليماش يبقوا في الدوغي ولا بلاتين ولا في القلي، انهم ما يستعملوش الفازلين تاع مثلا الخيار. نتمنى انه الفيديو نصيحة تكون مفيدة للجميع. لا تنسوا الاشتراك بقناتي منسة منسة، ونلتقي على خير. سلام.